قال يعني هجوم صاروخي روسي مجددا يستهدف العاصمة كييف وأيضا عدة مناطق في جنوبي وغربي أوكرانيا. نتحدث هنا عن العاصمة. آخر البيانات التي صدرت عن الإدارة العسكرية لمدينة كييف أفادت بأن الدفاعات الجوية كانت قد اعترضت كافة الأهداف الجوية التي استهدفت العاصمة صباح اليوم. وهي قالت أيضا أنه لم تقع هناك أي أضرار أو لم تلحق أي أضرار بأي منشآت مدنية أو مباني سكنية ولم تقع أي إصابات على الأقل لغاية الآن. هذه البيانات بحسب المعلومات الأولية للإدارة العسكرية في مدينة كييف. أما الأضرار ربما الأكبر التي حصلت هي كانت في مقاطعات الفيف غربي أوكرانيا، حيث هناك بحسب عمدة المدينة كان استهداف روسي لإحدى منشآت الحيوية المدنية في المدينة. هناك تضرر لعدة مباني سكنية، وأيضا كان هذا الهجوم قد أسفر بحسب عمدة المدينة عن إصابة 3 أشخاص بجروح. في منطقة دنيبروبيتروسك أيضا جنوبي أوكرانيا هناك كان إصابة أيضا لإحدى منشآت الطاقة في هذه المدينة بحسب الإدارة العسكرية فيها. وأيضا في مدينة زاباروجيا هناك كان حديث عن إصابة 4 أشخاص بجروح جراء هذا الهجوم، وأيضا إصابة منشأة للطاقة في مدينة زاباروجيا. بانتظار طبعا البيانات التي يعني ستوضح بشكل أكبر ربما الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت الحيوية التي يعني أفادت بها مختلف الإدارات العسكرية. الهجوم أيضا كان قد طال منطقة بلطافا شرقي أوكرانيا، هناك أيضا حديث عن الحاق أضرار بإحدى منشآت الطاقة الحيوية أيضا في هذه المنطقة. وأيضا في مناطق إيفانا فرانكيسك غربي أوكرانيا ومنطقة تخميلنيتسي كانت هناك أيضا صواريخ متجهة إلى هذه المناطق، لكن اعترضتها الدفاعات الجوية الأوكرانية. لغاية الآن لا توجد معلومات واضحة حول الأضرار أيضا في هاتين المقاطعتين الواقعتين غربي أوكرانيا. طبعا هذا الاستهداف الروسي هو يعني لهذه المناطق بعد فترة ربما من توقف للهجمات الروسية بالصواريخ أو بالمسيرات للعاصمة كييف ربما وللمناطق الغربية. لكن في المناطق الجنوبية كانت هناك استهدافات سواء كان في منطقة زاباروجيا أو منطقة دنيبرو أو حتى في منطقة خاركيف شرقية أوكرانيا. نضال يعني على الرغم من هذه الهجمات الصاروخية أو بالمسيرات الروسية التي تستهدف المناطق الأوكرانية، هناك أيضا تطورات على الصعيد الميداني. اليوم بحسب بيان الأركان العامة كان هناك 83 اشتباكا قد وقعت ما بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية خلال الساعات الماضية. أغلب هذه الهجمات الروسية تركزت في محور أفديفكا. في هذا المحور قامت القوات الأوكرانية بحسب بيان الجيش الأوكراني بصد 34 هجمة للقوات الروسية، وذلك في ضواحي مدينة أفديفكا. وأيضا في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية نتحدث عن منطقتي سيفيرني ونيفيلسكي في هذه المدينة. أيضا التقارير العسكرية الأوكرانية وربما تقارير عسكرية غربية كانت تفيد بتقدم القوات الروسية في شمالي هذه المدينة في المنطقة الصناعية تحديدا. أصبحت القوات الروسية يعني قريبة جدا من خطوط الإمداد للقوات الأوكرانية أو الخط الأساسي للقوات الأوكرانية الواقع إلى الشمال من مدينة أفديفكا والذي يصل شمالي المدينة بجنوبها. هذا الخط أو خط الإمداد أصبح تحت مرمى نيران القوات الروسية، مما يهدد بوصول الإمدادات إلى القوات الأوكرانية المتمركزة في داخل هذه المدينة. أيضا الهجمات التي تقوم بها القوات الروسية من الجهة الجنوبية لهذه المدينة وتحديدا في مناطق بيرماسك ونيفيلسكي هي أيضا تستهدف خطا آخر أو بريا للإمدادات الأوكرانية، وربما يكون أيضا قد وقع أيضا تحت نيران القوات الروسية، مما يؤدي إلى إحكام الطوق ربما بشكل أكبر على القوات الأوكرانية المتمركزة في داخل المدينة، وربما يدفعها إلى الانسحاب من مدينة أفديفكا. أيضا الوضع في مدينة أفديفكا هو وضع صعب ومتوتر للغاية، وهذا ما كان أفاد به قائد الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي.